أهلا بكم في ترند. تمكن الشاب المغربي أيوب التواب من تحقيق رقم قياسي عالمي والدخول لموسوعة جينيس للأرقام القياسية لأكثر عدد قفزات عكسية متتابعة على قدم واحدة خلال 30 ثانية، والتي بلغ عددها المجمل 12 قفزة. وعلق أيوب على فوزه قائلا: الحمد لله وبفضل من الله تمكنت من دخول موسوعة جينيس بعدما أخذت الرقم العالمي وهو 12 عدة مع وزن 88 كيلوغرام، اللي يعتبر ثقيل جدا وقريب إن شاء الله بحطمه. وقعت حادثة طريفة في ولاية مادية براديش الهندية وتصدرت مواقع التواصل الاجتماعي، فقد ذهب مزارع يدعى بابولال جاتاف البالغ من العمر 45 عام إلى مركز الشرطة مصطحبا جاموسته، واشتكى من أن الجاموسة لا تسمح له بحلبها. وبعد حوالي 4 ساعات من تقديم الشكوى الأولى، وصل المزارع مرة أخرى إلى مركز الشرطة مع جاموسته وطلب المساعدة من الشرطة مرة أخرى. وقام مركز الشرطة بطلب طبيب بيطري مختص لمساعدته، وللمرة الثالثة يعود بابولال للشرطة، ولكن هذه المرة لشكرهم على مساعدتهم له قائلا إن الجاموسة سمحت له أخيرا بحلبها. تفاعل محبو التصوير حول العالم مع إطلاق الكاميرا الفورية إنستاكس ميني إيفو التي تدعم التصوير الفوتوغرافي بحجم البطاقة. وتعد هذه الكاميرا نموذجا رائدا لسلسلة إنستاكس من الكاميرات الفورية التي تتيح للمستخدمين الاستمتاع بصور مطبوعة على الفور، وستكون متوفرة في المتاجر اعتبارا من شهر ديسمبر بسعر 200 دولار. $10,000 ثمن الليلة الواحدة في الفندق الأكثر انعزالاً في العالم. ويقع فندق شيلدون شاليه المكون من 5 غرف نوم على حافة مدرج دون شيلدون في نهر روث الجليدي الخلاب في دينالي بألاسكا، ولا يمكن الوصول إليه إلا جواً. ويرتفع الفندق 1829 متر فوق مستوى سطح البحر، ويقع بمنطقة تكثر فيها الدببة والذئاب وحيوانات الوعل. ويقدم القائمون على الفندق لزواره خدمة النقل بواسطة طائرة مروحية ووجبات طعام، هذا إلى جانب عدد من الأنشطة مثل التزلج على الجليد وتسلق الجبال وصيد السمك. إلى عالم الفنون، فقد تصدر المواقع الإخبارية خبر بيع لوحة رسمتها الفنانة المكسيكية الشهيرة فريدا كالو لنفسها وزوجها الفنان دييغو ريفيرا في مزاد يوم الثلاثاء بحوالي 35 مليون دولار، وهو أعلى سعر على الإطلاق للوحة لفنان من أمريكا اللاتينية. وقال كبير المديرين في المزاد: هذا أحد أهم الأعمال التي تطرح بالمزاد للفنانة فريدا كالو على الإطلاق، ونحن سعداء لأنه سيكون في سوتبيز. وبهالخبر نكون وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم. قبل أن نودعكم، ندعوكم لزيارة قنواتنا التفاعلية لمركز الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي الظاهرة أسفل الشاشة، وتقدرون تتابعون باقة برامجنا والبث المباشر عبر تطبيق BHTV and Radio. نلقاكم باشر في أمان الله.